السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت يا أخوة يا أخوات؟ صوت واضح للجميع؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله معنا في هذا اللقاء من لقاءات مقرركم السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا نحن وإياكم فيما مضى نتحدث عن مقدمات الهجرة، عرفنا متى بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة إلى المدينة، ولأنه بعد بيعة العقبة الثانية. تحدثنا ما المقصود ببيعة العقبة وكم عددها، هنا وقعت بيعتين اللي هو بيعة العقبة الأولى والثانية. وبعد بيعة عرفنا الفرق بين بيعة العقبة الأولى والثانية، ثم بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يعد أو أذن للصحابة بالهجرة إلى المدينة. تمام، وعرفنا أول من هاجر وموقف المشركين من أو قريش من هجرة الصحابة إلى المدينة. قلنا أنهم اجتمعوا في دار الندوة وقرروا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، بأن يخرجوا من كل قبيلة رجلا يجتمعون على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. طيب، دام أننا وصلنا يا بشرى إلى هجرة صهيب الرومي، هذا من المستضعفين الذين منعته قريش أن يهاجر إلى مكة، لكنه أصر على الهجرة، جاء إلى قريش، وكان أول ما جاء إلى مكة كان فقيرا، صعلوكا فقيرا، ثم تاجر إلى أن أصبح من التجار، فمنعته قريش خوفا أن تذهب تجارته، فعرض عليهم جميع أمواله إن أعطاهم إياها أن يتركوه يهاجر، فوافقوا فأعطاهم كل ماله، ثم هاجر لوحده إلى المدينة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ربح البيع أبا يحيى. طيب، المدينة أحوالها بعد الهجرة، طبعا صار من خرج من مكة إلى المدينة صاروا يعرفون بالمهاجرين، أهل المدينة صاروا يطلق عليهم الأنصار لأنهم ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كان مناخ المدينة أثناء الهجرة وقبل الهجرة كان وباء، عبارة عن وباء، أحسنت يا أخوي خالد حياك الله، كان عبارة عن أوبئة وباء، لأنه يا مي أحسنتي لوجود المستنقعات، مياه راكدة فانتشر فيها، نعم يا بشرى، الحمى والأمراض. ولذلك لما هاجر الصحابة يا هند الشهراني إلى المدينة أصابتهم هذه الحمى ومرضوا، مرض أبو بكر ومرض حتى عائشة مرضت وكثير من الصحابة مرض، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج هذا الوباء من المدينة، ودعا أن يحبب الله عز وجل لهم هذه المنطقة، فخرج هذا الوباء وأصبحت المدينة طاهرة، مثل ما نقول طاهرة الجو أو صافية الجو. من يسأل اختنا هند عن أم معبد الخزاعية؟ هذه مر النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة على خيمتها، امرأة عربية لا يعرف عنها شيء، فقط اللي يعرف عنها أنها امرأة عربية استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة، تمام، وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم عندها فترة، يعني دقائق أو ساعة أو كذا، شرب عندها شيء من الحليب الماعز أو كذا، ثم ذهب عنها. يهمنا من هذه أم معبد الأعرابي أنها وصفت النبي صلى الله عليه وسلم يا عهود، نعم أحسنتي، ولذلك عد وصفها من المصادر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شكله أو صفاته الخلقية. المدينة المنورة تسمى بعدة أسماء، في السابق قديما كانت تسمى بيثرب، ثم سميت المدينة، تسمى بطيبة، تسمى دار الهجرة، وغيرها من
الأسماء. مما يتكون مجتمع المدينة المنورة بعد الهجرة وقبل الهجرة أيضا كان يتكون من عدة قبائل، عرب وغير العرب. من قبائل العرب أشهرها الأوس والخزر، وكانوا أخوين. أوس وخزرج جاءوا من اليمن، هاجروا من اليمن واتجهوا شمالا إلى أن استقروا في منطقة يثرب. أوس وأخوه خزر تكاثر، صار لهم أولاد وأحفاد، فأصبحت هذه قبيلة الأوس وهذه قبيلة الخزر، وكان بينهما نزاعات وعدة حروب. من الذين كانوا يسكنون يثرب قبل الهجرة ومنطقة المدينة اللي هم اليهود، واليهود لم يكن أصلهم من الجزيرة العربية، من أين جاءوا؟ جاءوا من بلاد الشام. طيب لماذا جاءوا إلى الجزيرة العربية؟ لأنهم تعرضوا لحروب ومشاكل فقرروا الهجرة إلى بلاد الجزيرة العربية. لماذا اختاروا الجزيرة العربية؟ لبعدها عن المشاكل أولا، وكذلك لورود النبوءات أو لما ورد عندهم في كتبهم أن هناك نبي سوف يظهر في منطقة في الجزيرة العربية، فوجدوا أن أقرب منطقة هي منطقة يثرب، فجاءوا وسكنوا هذه المناطق. كانوا عبارة عن قبائل، مجموعة قبائل، منها قبائل يهود بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع وغيرهم. وكان اليهود بينهم وبين الأوس والخزرج تحالفات وتعاهدات، وأيضا كانوا يساهمون في إذكاء الفتنة أو إشعال الفتنة بين الأوس والخزرج. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قام بعدة أمور. وصل من جهة قباء، أسس هناك مسجد قباء، ثم دخل المدينة واستقر عند دار أبي أيوب الأنصاري. بعدها قام بعدة أمور، أولا تأسيس المسجد النبوي، أسس مسجده وألحق بالمسجد غرف صغيرة تعرف ببيوت بيوت زوجاته، وكان لديه سودة بنت زمعة فقط زوجته بعد خديجة، أول من تزوج سودة بنت زمعة، ثم جاءت عائشة، ثم تكالى أو تتالى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. في واحد يسأل في المنتدى عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، عدد زوجاته 9 الذين مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، 9 نساء. وسألت عن ماريا القبطية، ماريا ليست زوجة، مثل ما نقول أمه أو جارية أو كذا، ليس لا تسمى زوجة ولا تعد من أمهات المؤمنين رضي الله عنها. طيب، وبنتحدث عنها إن شاء الله فيما بعد. إذا تأسيس في المسجد النبوي. أيضا من الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما يسمى المؤاخاة ما بين المهاجرين والأنصار، المؤاخاة ما بين المهاجرين والأنصار. لا يخفى عليكم أن المهاجرين الذين خرجوا من مكة إلى المدينة تركوا كل أموالهم وما يملكون، يعني هذا صهيب الرومي أبا يحيى ترك أمواله كلها فأخذتها قريش، فجاءوا إلى المدينة وليس معهم شيء، يعني كأنهم فقراء لا يملكون شيئا. فهذه مشكلة واجهت النبي صلى الله عليه وسلم، مشكلة حاجة المهاجرين في المدينة. حتى يحل هذه المشكلة النبي صلى الله عليه وسلم أوجد حلا مؤقتا لهم اللي ما يسمى عن طريق المؤاخاة ما بين المهاجرين والأنصار. جاب كل واحد من الأنصار، جعل له أخ من المهاجرين يهتم فيه، يسكنه، يقوم على عيشته حتى يستقر عنه. وكان عددهم 90 رجلا، 45 من المهاجرين و45 من الأنصار. من الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ما يسمى كتابة صحيفة المدينة، أو ما يسمى عقد المعاهدة بين سكان المدينة، بين مجتمع المدينة. عقد معاهدة مع اليهود، وعقد معاهدة ما بين الأنصار والمهاجرين. هذه المعاهدة تنظم العلاقة بين المسلمين وما غير المسلمين. تعرف هذه المعاهدة بصحيفة المدينة، صحيفة المدينة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بما يسمى الجيش الإسلامي، تنظيم الجيش ونحو. لماذا؟ لأن بدأت الآن تنشأ للمسلمين دولة في المدينة، تعرف الدولة الإسلامية الأولى. طيب، هناك بعض الأحداث التي جرت، بعض الأحداث التي جرت في السنة الأولى من الهجرة، بعض الأحداث التي جرت في السنة الأولى من الهجرة.
من تلك الأحداث أنه ولد للمهاجرين أول مولود لهم اللي هو عبد الله بن الزبير رضي الله عن عبد الله بن الزبير بن العوام. كان اليهود قد أسروا أو أظهروا إشاعة بين الناس أنهم سحروا المهاجرين فلن يولد له، فلما جاءت أسماء بنت أبي بكر مهاجرة إلى المدينة ولدت عبد الله بن الزبير، فأبطل بمولده إشاعة اليهود. من الأحداث التي وقعت في السنة الأولى للهجرة اللي هو دخول النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها، وكان عمرها 9 سنين، وكان قد خطبها وعمرها 7 سنوات. ثم بعد سنتين دخل بها. ألا ترون أنها صغيرة في السن؟ عائشة رضي الله عنها عمرها 9 سنوات، صغيرة في السن. قاصرة، نعم قاصرة. طيب كيف تزوجها؟ اي نعم، احسنتم احسنتم. اي مثل ما ذكرتم في ذلك السن كانوا يزوجون النساء، أو في ذلك السنين تلك السنين كانوا يزوجون النساء بهذا السن، بل إلى وقت قريب إلى الآن يزوجون أعمارهم على 13 14 15 قريبة من هذا العمر. نعم اعتادوا أن المرأة أو البنت في هذا السن اكتمل نضجها، اكتمل نضجها، تستطيع إدارة البيت، تقود البيت، يعني ما عندها أي مشكلة. ليس في زماننا هذا البنت عمرها 9 سنين، بل 10 سنين، 15 سنة، ربما 16 سنة، بل إلى 20 سنة يقل، مع أنه يوجد كثير، لكن يقل من ينضج منهم. يعني تشتغل بالدار، لا هي بالدراسة بالجامعة وما أدري كيف، بخلاف السنين الماضية. أحسنت اللي ذكر أخوي آية، السلام عليك يا نايف، بدليل حفظها لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحداث التي وقعت أيضا في السنة الأولى من الهجرة اللي وزيادة ركعتين في الصلاة، كانت الصلاة اللي هو العشاء والفجر، عفوا العشاء والعصر والظهر، كانت ركعتين، تمام، لكنها أصبحت 4 ركعات في السنة الأولى. طيب ليش ما زيدت إلا في هذه السنة؟ لعلها أيضا من التخفيف على المسلمين والرحمة بهم، ما زيدت عليهم الركعات 4 4 تخفيفا بهم، ومراعاة لحالهم، كانوا يعانون من اضطهاد المشركين لهم. ومن الأحداث التي جرت في السنة الأولى اللي هو تشريع الأذان. الأذان في السابق كانوا يأتون إلى المساجد يتحينون الوقت، يعني يقدرون الوقت، فلذلك كان بعضهم يدرك وقت الصلاة وبعضهم تفوته. حتى جاء أحد الصحابة ورأى في منامه رؤيا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه، أنه رأى شخص يخبره بصيغة الأذان، فاستأذنها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها بلال أن يؤذن بها. من الأحداث التي جرت في السنة الثانية من الهجرة، أولا تحويل القبلة، وكانت القبلة إلى جهة الشمال، جهة القدس. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن تتحول القبلة إلى جهة الجنوب، إلى جهة الكعبة، فاستجاب الله وحقق له أمنيته، فحولت الكعبة إلى جهة الجنوب. حتى أن هناك أحد المساجد صلى فيه المسلمون صلاة يبدو العصر إلى قبلتين، أول ما بدأوا الصلاة بدأوها إلى جهة الشمال، فجاءهم الخبر أن القبلة تحولت إلى جهة الجنوب، فتحولوا إلى الجنوب، فعرف بمسجد ذي القبلتين. من الأحداث التي جرت في السنة الثانية من الهجرة، فرض صيام شهر رمضان، وأيضا وفاة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته عثمان بن عفان ذي النورين، وزواج علي بن أبي طالب من فاطمة رضي الله عنها. طيب نأتي الآن إلى ما يسمى الغزوات والسرايا التي وقعت بين المسلمين وأعدائهم. يبدو أنها كانت مريضة رقية، يا لقاء الراشد، كانت مريضة وتوفيت بعد غزوة بدر. طيب عندنا الآن هو ما الفرق بين الغزوة والسرية؟ ما الفرق بين الغزوة والسرية؟
نعم يا رانية، الغزوة هي الجيش الذي يقوده النبي صلى الله عليه وسلم، والسرية هي الجيش الذي يرسله النبي صلى الله عليه وسلم ويقوده أحد من أصحابه رضي الله عنه. واضح يا أخوة يا أخوات الفرق بين الغزوة والسرية؟ الفرق بين الغزوة والسرية. نعم جي. عدد الغزوات والسرايا فيه خلاف. عدد الغزوات يقال عددها بين 19 إلى 20 سراية، وصلوها بعضهم إلى 60 سرية، ففيه خلاف. تمام، وسوف نذكر نماذج من هذه الغزوات والسرايا، وسوف نقسمها كالآتي: غزوات وقعت بين المسلمين وقريش أو بين المشركين، وغزوات وقعت بين اليهود بين المسلمين واليهود، وغزوات وقعت بين المسلمين والنصارى. جميل. أول غزية اللي غزوة ودان وغزوة الأبواء، وأول سرية لسرية حمزة بن عبد المطلب. نأتي الآن إلى من الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. استمر أولا عداء النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين اللي هو مشركي قريش، وكان الشرك كيف ظهر في الجزيرة العربية أو كيف ظهر في الأرض، أو خلينا نتحدث عن الأصنام. الأصنام كيف يبدو أني تحدثت عن الأصنام، كيف ظهرت الأصنام؟ الأصنام ظهرت عن طريق أحد زعماء مكة اسمه عمرو بن لحي الخزاعي، هو الذي جلب أحد الأصنام من بلاد الشام إلى مكة، ويعرف هذا الصنم بصنم هبل، فعظمه أهل مكة واتخذوه صنما لهم. ومن أعداء المسلمين اللي هم اليهود وهم أتباع موسى وكتابهم التوراة، والنصارى وهم الذين يتبعون عيسى ابن مريم وكتابهم الإنجيل. والنصارى تتميز عن اليهودية بأنها منتشرة في الجزيرة العربية وخارجها، بخلاف اليهودية. اليهود لا يدعون أحدا إلى الدخول في دينهم، لأنهم يرون أن دينهم حكرا عليهم. أي نعم يا عبير، في الجزيرة العربية كبير العتر. طيب، ويطلق على رجال الدين النصارى اسم الرهبان، ورجال الدين اليهود يطلق عليهم الأحبار. فرقوا الرهبان والقصص يا بندر، حياك الله يا بندر. أي نعم، والأحبار اليهود فرقوا بينهم. أي نعم يا رغد، اليهودية بالوراثة. فرقوا بين الأحبار والرهبان، الأحبار لليهود والرهبان للنصارى. رجال الدين اليهود في زماننا هذا لهم اسم آخر، وش اسمهم يا أخو، أحد يعرف؟ نعم نعم يا سوسن، ما شاء الله عليك، أحسنت، بارك الله فيك. الحاخامات جاوبت أيضا يا أخوي خالد، الحاخام. طيب، أيضا من أعداء المسلمين بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة اللي هم المنافقين، وهؤلاء ظهروا في الفترة المدنية، ما ظهروا في الفترة وش اللي يقول هذا الشيشان؟ اختنا سهى دكتور، الراهبات التي بالشيشان يعتبرون نساء نصارى. ما اقصد والله ايش تقصدين، او لا اعرف ايش تقصدين بالراهبات التي بالشيشان. لكن أنا أقول لك، اللي ينعزلون في الكنيسة سواء من النساء والرجال يطلق عليهم الرهبان والراهبات، هذا بشكل عام. والقسيس أيضا، هذه رتب، رتب اللي هو القسيس والبطريرك وأعلاها البابا، هذه رتب. مثل عندنا المفتي، ومثلا مساعد المفتي، رتب دينية.
من الذي تميز سرعة انتشاره يا فاطم؟ النصارى. مو بسرعة انتشاره، أوسع انتشاره من زعماء المنافقين اللي الذين يظهرون الإسلام ويبطون الكفر، اللي أحسنت يا لوجين عبد الله بن أبي ابن سلول. نأتي الآن إلى نماذج من غزوات النبي، وأيضا من أمثلة زعماء المنافقين الذين كان لهم دور بين المسلمين، ودائما له عبد الله بن أبي بن سلول. أنا وش كنت أقول من شوي؟ نماذج من المنافقين. أحسنتم. ظهر المنافقين في الفترة المدنية، والمجوس والأعراب، أحسنت يا سماهر ويا بشرى أيضا. طيب نأتي الآن إلى نماذج من المعارك والغزوات التي وقعت بين المسلمين والمشركين. لا، ليست أول غزوة يا لوجين، بدر، في غزوات سابقة، لكن من الغزوات الحاسمة والكبرى اللي هو بدر. غزوة بدر باختصار شديد متى وقعت؟ وقعت في رمضان يا رانية في السنة الثانية من الهجرة. وقعت في رمضان من السنة الثانية من الهجرة، أطرافها المسلمين وقريش، المشركين قريش. طبعا سببها أحد يعرف ايش سببها؟ اي نعم، سببها القافلة التجارية. طيب ركزوا معي، اللي يقول يستعجل ما يستعجل، طيب خليني اعطيكم القصة هذه. قريش يعرف عنهم التجارة، يعرف عنهم التجارة، يتاجرون من مكة إلى بلاد الشام، إلى اليمن وغيرها من المناطق، حتى أنهم وصلوا إلى مصر وغيرها من المناطق. قافلة ذهبت إلى بلاد الشام، قافلة تجارية يقودها أبو سفيان، ورجعت، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أخبارها. تمام، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة رضي الله عنهم وقال: في قافلة راجعة من بلاد الشام ومتجهة إلى مكة، تعالوا فلنأخذها. هذا شو يسمى يا أخوان، أخذ القافلة بهذه الطريقة؟ شو يسمى؟ سلب شريفة، سرقة، اعتراض، نهب، قطع طريق. نعم، كل ما ذكرتموه صحيح، يسمى سرقة، اعتراض، قطع طريق. طيب شلون، هل يليق أن نقول على الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوة، أحسنت يا مهرة، هذه الإجابة، وأيضا وجدان وبشرى وفردوس، أحسنت. لا، هذه أموالهم التي أخذها المهاجرين، أو التي أخذتها قريش من المهاجرين في مكة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعالوا استردوا أموالكم. تمام، هيا سلطان الحربي، ارجع للأسئلة، خذوا حقكم. نعم، وهذا الذي جرى، ولذلك هذا سبب إشكالية عند بعض الصحابة، وفهموه على النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على استرداد حقهم، فقال بعض الصحابة وبالذات من الأنصار، قالوا: أموالنا باقية في المدينة، ليست مثل المهاجرين، خلنا يطلعون، المهاجرين هم الذين يستردون ويستفيدون منها. ولذلك لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا فقط 314، وبعضهم وصل إلى 319، يعني أقل من 320. في المنتدى يا سلطان، شكلك أول مرة تدخل. تمام، ليش ما طلع هذا العدد، أو هذا العدد القليل؟ لأنهم ما توقعوا بيصير فيه هناك قتال. جيد يا أخوي أخوات، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد القليل لكي يعترض هذه القافلة ويستردون أموالهم التي أخذت منهم في مكة. جاءت الأخبار إلى أبو سفيان، وكان قائدا محنكا وقائد من قواد المشركين، فأرسل أو حاول أن يتخلص من مواجهة المسلمين. هذه من حكمة أنه ما راح يواجه المسلمين تهور، لا، حاول أن يتخلص من مواجهة المسلمين، فسلك طريق لا يسلكه أحد، فتخلص منهم. جاءت الأخبار إلى قريش بأن المسلمين يريدون أخذ قافلتهم، فخرجوا على رأس قرابة 1000، يقودهم زعماء مكة مثل أبو جهل وغيرهم. وفي الطريق قابلوا أبو سفيان، قال: خلاص أنا رجعت، خلاص ما يحتاج أنكم تذهبون تقاتلوا المسلمين. فأصروا وأبوا إلا أن يذهبوا إلى المدينة لكي يقاتلوا المسلمين. طبعا دارت او جاءت الاخبار النبي صلى الله عليه وسلم بان قريش قد خرجت، فتفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما حسب لهذه حسابا، ما كان مثل ما قلت لكم قبل قليل يتوقعون في هناك حرب. يا سلام عليك يا بشرى، الهلال وانسحب 300، ما توقعون بيصير هناك حرب.
وش سوى النبي صلى الله عليه وسلم؟ استشار الصحابة، قال شيروا علي أيها الناس، وش رأيكم؟ إن ما خرجنا للقتال، خرجنا بس لنعترض قافلة، والآن هذول طلعوا يقاتلوننا، ما كنا مخططين على كذا. فأيد الصحابة رضي الله عنهم كلهم، قام وقال يا رسول الله اذهب إلى ما أمرت به، يعني راح سوي اللي تريده، فنحن معك أينما ذهبت. فحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على القتال والثبات، وساهمت الملائكة في هذه الغزوة، نتيجتها انتصر المسلمون وقتل كثير من زعماء، منهم فرعون هذه الأمة، أبو جهل واسمه أبا الحكم عمرو بن هشام وغيره من الزعماء، وأسر 70 وانتصر المسلمين. هذه نتيجة يا بندر غزوة بدر أبو الحكم. نأتي إلى الآن ما يسمى غزوة أحد. سبب هذه الغزوة الانتقام لما جرى للمشركين في غزوة بدر، فخرج أبو سفيان ومعه بعض النساء يحثونهم على القتال لكي ينتقموا لما جرى لهم في غزوة أحد. استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الخروج لمواجهة المشركين أو البقاء، ففضلوا قالوا لا نخرج، إيه نعم نخرج خارج المدينة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خارج المدينة، التقى الجيشان. العجيب والله قصة غريبة اللي هو غزوة أحد، لكن أخشى أني أسترسل فيها فينتهي الوقت وأنا ما خلصت ربع منها. سميت ياسوها، أحسنت، لأنها وقعت بالقرب من جبل أحد في مرتفع. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم إلى 50 راميا، قال أنتم تعالوا على هذا، وجعل عليهم يبدو عبد الله بن جبير الأنصاري، قال أنتم خلوا في هذا المكان المرتفع، أنتم يا هالرماة لا تتحركوا من هالمكان، سواء انتصرنا أو هزمنا لا تتحركون أبدا. سمعتم وأطعتم؟ قالوا نعم سمعنا وأطعنا يا رسول الله. خلاص متأكدين؟ قال أبدا متأكدين، لا نتحرك من هذا المكان سواء يا حصة انتصرنا أو هزمنا. بدأت المعركة والغزو بين الطرفين جيد، انتصر المسلمين وبدأوا يقتلون في المشركين ويأسرون فيهم. وش سووا هؤلاء اللي على الجبل هذا؟ قال بعضهم إلى بعض خلاص انتهت الغزوة، انتهت ما عاد في أي قتال، والدليل يشوفوهم تحت المشركين منحاشين من الغزوة. قالوا يلا خلينا ننزل وناخذ ما يسمى الغنائم. أحسنت يا حصن. فقال قائدهم إيش؟ قال ما سمعتم قبل شوي وش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما قال لكم لا تتحركون سواء انتصرنا أو هزمنا؟ قال طيب معليش يا القائد، أو معليش يا معلم، أنت حين إن انتهت المعركة وش قاعد نسوي هنا؟ قاعدين بس نناظر كذا، ما لنا أي قيمة، ما لنا أي فايدة. لهم صار بينهم إيه نروح ننزل، لهم أصروا. قال لا خلاص بننتهي هنا وبنمشي أو بننزل. فنزلوا وراحوا دخلوا ياخذون من الغنائم، ما بقي الا 5. كان اللي يشاهد هالموقف خالد بن الوليد، يبدو ان هذا المكان كان حساسا واذى المشركين ايما اذى. فجاء والتف على جيش المسلمين من حيث لا يشعرون. اختنا سحاب يكفي 0-1، ترى ما يحتاج ترسلين هالاصفار ذي. التف التف عليهم وهالخمسة، قتلهم بما فيهم قائدهم تام، ثم سيطر على، طيب معليش يا سحاب أعرف أنه معلق، معليش، التف وسيطر على هذا المكان وبدأ يرمي المسلمين من خلفه. تفاجأ المسلم وش اللي يجينا من ورانا هذا؟ تام شافوا الرماح تجيهم من اليمين واليسار، حاولوا ان يتراجعون، المشركين اللي من قدام من حاشي رجعوا التفوا عليهم، فصار المسلمين محاصرين من الامام ومن الخلف. تمام، واستلموا المسلمين المشركين، عادي الله لا يوريك انتقام انتقام. تمام، وبدأوا يقتلون فيهم ويأسروا، حتى من بعض الصحابة رضي الله عنهم هرب انسحب من المعركة. والرسول صلى الله عليه وسلم بذاته لم يسلم، مسك الرسول صلى الله عليه وسلم وعاذوه، شقوا وجهه وكسروا ضروسه وجرحوه.
مكة، حتى أنه من شدة ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم سقط وظنوا أنه قتل. وأشاعوا نحن قتلنا محمد. فلما سمع الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل قالوا ما كأن مصابهم اليأس، بدوا ينسحبون. طبعا اكتشفوا فيما بعد انه اشاعه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل. لما خلاص انت قتل كثير من الصحابه، منهم واشهرهم حمزه بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم الملقب بسيد الشهداء واسد الله، حتى انه مثل بجثته، مثل يعني قطعت اعضاء، وكان اللي مثل به هند بن عتبه انتقاما لمقتل والدها عتبه بن شيبه وعتبه بن الربيع، اي نعم، في بدر. وانتهت هذه الغزوة باختصار، نتيجتها هزيمة المسلمين، هزم المسلمون في هذه الغزوة. طبعا في هذه ظهر الصحابي اللي هو حنظلة، يبدو أن حنظلة بن عامر، نعم حنظلة، لقب بغسيل الملائكة لأن الملائكة غسلته بعد مقتله. هذه نتيجة غزوة أحد اللي وهزيمة المسلمين، كانت قد وقعت في سنة 3. نأتي الآن إلى غزوة الخندق. غزوة الخندق والسبب، نعم، حنظلة بن أبي عامر، نعم، غزو سبب الهزيمة في أحد اللي هو عصيان أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الالتزام بأوامره أو بتوجيهاته. نأتي الآن نماذج من الغزوات التي وقعت بين المشركي قريش وبين المسلمين. غزوة الخندق، الخندق سببها أن اليهود جاءوا وجمعوا الأحزاب، حزبوا الأحزاب يعني جمعوا الناس، جمعوا قريش وجمعوا قبائل اليهود الأخرى وجمعوا الأعراب وغيرهم على حرب المسلمين، فاجتمعوا، حتى اجتمعوا قرابة أكثر من 3000 إن لم يكن حول 10000 بهذا العدد. تمام، اجتمعوا على حرب المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم، معليش استاذ اللي نطيت عن مو معنى، اشار سلمان الفارسي، سها ارجعي الى شرحها عندك في المذكرة، لماذا سمي بغسيل الملائكة؟ لان الملائكة غسلته، وكان حديث عهد بعرس او بزواج. طيب، اشار سلمان الفارسي على الرسول صلى الله عليه وسلم، كان من اهل فارس من اهل ايران، اشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، فحفر الخندق كان في الجهه الشماليه من المدينه. تمام، وحفر الخندق ساهم في حمايه المسلمين من دخول هؤلاء الغزاة عليهم. واجهتهم عده صعوبات في حفر الخندق، منهم انهم واجهوا بعض الأحجار التي لم يستطيعوا كسرها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكسرها بيديه، وكان يكبر يقول الله أكبر ويبشر بفتح بعض المناطق، وهذا من باب رفع المعنويات. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا تهتموا بأمر الخندق، سوف يأتيكم شيء أعظم. بشر فتح الشام وفارس واليمن وغيرهم. الشاهد دار الغزو ما صار بينهم قتال حاسم، فقط حصار، جاء هؤلاء الأحزاب وحاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحاصر المسلمين، إلى أن بدأوا ينسحبون. وكان أحد الصحابة قد ساهم في التخذيل بينهم، نعيم بن مسعود الأشجعي، نعم، نعيم بن مسعود الأشجعي كان هو، أحسنت يا خلود، هو الذي ساهم بالتخذيل بين، يعني بالتشكيك، بدأ يشكك بين، يساهم في التشكيك بين قريش واليهود والأعراب وغيره، فبدأوا ينسحبون شيئا فشيئا، إلى ما بقي بس فقط قريش ومجموعة من الجيوش القليلة. تمام، حتى انسحبوا. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة اسمه حذيفة بن اليمان، وهذه قصة غريبة والله، لكن اتجاوزها، اقرأوا قصة حذيفة بن اليمان، كيف النبي صلى الله عليه وسلم أرسله كي يأتي بأخبار قريش، أو أعطيكم إياها. لا، ما حد اعترض على حفر الخندق إلا اللي يحطون المعلومة قبل ما يقولها الأستاذ، اللي يقول قبل ما يحطون المعلومة قبل ما يقول. هذا ما شاء الله عليهم محضرين، اللي الأخ خالد ما أدري الأخت اللي تقول كل شيء فهمته، إلا اللي يحط المعلومة قبل ما يقولها الأستاذ. بالعكس، هذا شيء طيب،
فاهم شيء طيب، لانهم ما شاء الله محضرين، وهذا اللي يخليني اسرع، لان يعني كل اللي بقولها لكم عارفينها. طيب سلمى، حذيفة بن اليمان هاي يطلق عليه بصاحب السر، يا وفاء ايش ذنبكم؟ ذاكروا. طيب صوروا مثلهم شاطرين، بعدهم ايش ذنبهم يذاكرون ويجتهدون ولا ياخذون جهدهم؟ او لا، ما تاكلين هوا، لو الهوا بياكل او يوكل كان اكلنا مثلك هوا بعد يا اختنا، هذه تقول ناكل هوا ولا. طيب خلونا خلونا يعني، استغفر الله العظيم يا. اي نعم، مثل ما قالت اختنا مياس، كلوا من الملازم وذاكروا جيد. خلاص نسينا حذيفة بن اليمان. حذيفة بن اليمان يلا اعطيكم اياه، قصته جميلة، صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا سمي بصاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأسماء المنافقين وطلب أن يكتمها ولا يخبر بها أحدا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الليالي، وقف بين الصحابة، فقال: من منكم يقوم ويأتيني بأخبار قريش؟ ما فعلوا. كان فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي تمام، ولا واحد منهم تحرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية: من منكم، يعني الصحابة اللي قدامي جالسين، يقوم ويأتيني بأخبار المشركين وش سووا وش فعلوا؟ وأيضا في المرة الثانية ما قاموا. فجاء في المرة الثالثة فقال: من منكم يقوم ويأتيني بأخبار المشركين ما فعلوا، تمام، وأضمن له الرجعة ورفيقي في الجنة. وأيضا في الثالثة ما حد قام. طيب ليش؟ السؤال لكم. أحسنت يا رشا، بارك الله فيك، جزاك الله خير رشا السويني. طيب، شدة البرودة ربما، صح، الأوضاع صعبة، صح، ما في صوت، هذه الإجابة، الخوف، لا، ما شلون خايفين يا. طيب ربما، خلنا نقول، مع أن كيف خايفين وجايين يقاتلون؟ أي نعم، الأحزاب عددهم 10,000، احترام للأعداء، كيف يحترمون يا رانا؟ لا ربما، نعم، خلنا نقول شيء من الخوف، لكن خلينا نقول خايفين من ايش؟ خايفين انهم لا يؤدون المهمة على الوجه المطلوب، يخافوا انهم يروح واحد منهم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم امره بشيء، فيخاف انه لا يؤدي المهمة على الوجه المطلوب فسكتوا. تمام؟ ربما انه هذا، ربما ان هذا السبب، نقول احتراما للصحابة، نقول انهم ربما انهم خافوا انهم لا يؤدون المهمة على الوجه المطلوب. طيب يا ايمان، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة: من منكم يذهب ويرجع، أضمن له أنه يرجع ولا يصير له شيء ورفيقي في الجنة، ما حد تهرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بدأ يلتفت يمين يسار، بيتنقى له واحد، بيختار له واحد، شاف قدامه حذيفة بن يمان، قال: قم يا حذيفة تعال. يقول حذيفة رضي الله عنه، والله أول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قم، يقول: ما تمنيت أن حط عين علي، ما تمنيت أن أنا اللي اختارني، وش لقى حتى يختارني من بين الناس؟ تمام، يقول استسلمت، جيت سلمت نفسي له. فلما جيت قال: قم يا حذيفه، رح للمشركين ها، ولا تسوي اي شيء، لا تحدث اي شيء، رح بس شوف ايش صار عليهم وارجع. فقال حذيفه: طيب، وذهب. حذيفه يلا خذوا ايش صار عليه، ذهب ليلا ومشى بخوف، لين دخل معسكر المشركين وكان يقودهم ابو سفيان، فدخل وجلس بينهم. اي فلما دخل ابو سفيان بدا يتكلم، يقول: والله الوقت ما هو وقت قتال ومدري كيف، ودنا نرجع. يبدو لي ان ابو سفيان شك انه والله الوضع ماشي في معسكر ما هو طيب. وش سوى؟ قال: يلا كل واحد منكم، انتم يا اهل الجالسين اللي قدامي ها، يتاكد من هو بجواره، هل واحد منا او جاسوس من دس من بيننا. هاي عبد الرحمن الغامدي يبشر. تمام، يقول حذيفة بن يمان أول ما قال لي أبو سفيان، يقول: تورطت، رحت فيها، قال لي: كل واحد الآن بيكشفوني الآن من بينهم، بيمسكوني بيقتلوني. لما قال كل واحد يتأكد من بجواري هل هو واحد منا أو من أعدائنا،
ايش سوى حذيفة بن اليمان؟ وهذه من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، انه اختار هذا الرجل على من غيره من الصحابة، كان لديه سرعة بديهية، ذكاء. يقول حذيفة بن اليمان اول ما قال ابو سفيان كيف سويت، التفت على اليمين وامسكه وصارح عليه، قال انت من انت؟ وش اسمك؟ قال انا فلان بن فلان. قال متاكد انت من معنا ولا ضدنا؟ قال لا يا رجال، تعوذ من ابليس، معكم انا. قال طيب اسال اللي بجنبك، ويمسك اللي على يساره. قال من انت؟ قال انا فلان بن فلان. قال ما اي عرفتك انت، من اللي كل فمع الشده والصراخ اللي بجنبه على اليمين واليسار خافوا ارتبكوا، اللي على اليمين وعلى اليسار من الربكه والخوف نسوا ان يسالون نسوا ان يسالونه نسوا ان يسالونه طيب من انت اللي تصارخ علينا؟ فمشت عليهم، كل واحد يسال اللي بجنبه واللي بجنبه، ولا سالوا حذيفه بن اليمان ومسك. يقول حذيفه وتذكرت امر النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تحدث اي شيء وكذا، يقول ما بيني وبين قتل ابو سفيان الا ان يرفع بس رمحي واذب عليه وخلاص يموت، لكن تذكرت انه كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث اي شيء. يقول فرجعت وانتهت وانتهى هذا اللقاء، اللي هو ذهاب حذيفة لمعرفة أخبار قريش. طبعا انسحب المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم قلت الآن نغزوهم ولا يغزون. جاء بعد صلح حذيفة في السنة السادسة، أي انسحبوا كل القبائل. وش لا إله إلا الله. جاء بعد ذلك صلح الحديبية، أو تريدون أن نتوقف؟ خلاص نتوقف يا أخوة يا أخوات، نتوقف، ناخذ إن شاء الله اللقاء القادم. اندفن مع مرور الوقت، يا ليسأل كيف ردم الخندق، اندفن مع مرور الوقت. لا خلاص نتوقف، الأخوة يقولون خلص الوقت. تبون صلح حديبي؟ هذه قصة غريبة وفيها أحداث، يعني ما يمديني إلا أخلص على المغرب. يلا خلاص نوف تقول خلوها الأسبوع الجاي، خلاص ملت أختنا نوف، خلاص نتوقف. ارجع للأسئلة اللي يقول ما مريت معنا يا وجدان، ارجع للأسئلة، عندنا موعد. طيب يا خديجة فيه المحاضرات مسجلة، يمديك تعوضين إن شاء الله في الأسئلة، الأسئلة نزلتها كلها خلاص، يعني ذاكروا من الآن. وعلى فكرة اللقاء القادم بنخليه الأخير، ما راح أشرح كل شيء، اللي يسأل وجدان وكذا، أنتم ذاكروا واسألوني، بمر عليها مرورا سريعا، بمر عليها مرورا سريعا. بمر عليها مرورا سريعا. ما حد منع حفر الخندق، واجهتهم عقبة اللي هو يعني مشكلة في حفر الخندق، اللي هو الصخرة، صخرة ما استطاعوا تجاوزها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كسرها. رنيم لا تسرع. نحل الأسئلة معك، طيب إن شاء الله ما في مشكلة. أكيد يا أملاك، ما فيها لف ولا دوران إن شاء الله. الأسبوع الجاي يبدو أنه آخر لقاء. لا يا حنان اكتبي في المنتدى، استا من أول أسألك لو في شيء في المنتدى أكيد. بس المنتدى يا أخوانا يا أخوة يا أخوات، أنا أشوف بعضهم يسأل عن القرآن وبعضهم يسأل عن الفقه، وش علاقتنا إن بالقرآن والفقه؟ في منتدى خاص بالقرآن وكذا، اسألوا هناك يعني. المنتدى مخصص للسيرة، الرباعية الأسنان، إيه أسنان المقصود بها. نعم صح يا لوجين، لا ما تسمش، كيف الرباعية الأسنان الأمامية؟ ايضا الرباعية اللي بعد الثانية، اي نعم. طيب كسرت البيضة، البيضة اللي الخوذة أو الخوذة اللي من حديد إن شاء الله يا نور. منطقة قريبة من جبل أحد، نعم يا لوجين، بسبب الرياح وغيرها يا حنان، الرياح وغيرها، نعم صحيح.
حنفي، سألت عنه كثيرا، كان من الأحناف ولديه علم بالنصرانية. 100 من الإبل، 100 من الإبل، ليس 100 ألف. وإيه 100 ألف؟ دي ضخمة، دي من يستطيع أن يتحملها؟ أخوي خالد، 100 من الإبل. الراجع معانا، طيب أنتم راجعوا من الآن، حتى إذا كان عندكم أسئلة تسألوني. التكاليف ما أظنكم تستفيدون من التكاليف. طبعا الأسئلة اختيارات. عدد الجيوش إذا كان في المنتدى شيء عن عدد الجيوش، نعم. الريح يعني الجو ما كان مناسب يا أختنا حنان، المناخ ما كان مناسب، في عواصف، في رياح، ما كان مناسب للقتال، مو هو بجو قتال يعني باختصار. بارد أيضا يا آلاء، أحسنتي. لا بأس يا حنان، لا بأس. آخر دروس غير مهمة، من اللي قال لك يا كوثر؟ ربما هي المهمة بعد. أي نعم، لقاء 3 و4 موجودة بالمنتدى، لكن أخشى أنها في الصفحة اللي قبلها وكذا. فرعون الأمة أبو جهل، نعم يا لوجي. دكتور، أي نعم جواب. طيب باقي أسبوعين بس. متى اختباراتكم أنتم؟ بتاريخ كم؟ 14/8. أي بقي، الله المستعان، بقي وقت. ذاكروا من الآن اللي يسأل محاضرات رنيمو. هو أخو بنت، لا 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 لا، ما لهم علاقة. حذيفة بن اليمان أخوه بنت بن عتبة، لا. شوف الاسم يا ماريا، حذيفة بن اليمان وهند بن عتبة، وين كيف أخوان؟ إن شاء الله يا لبا. أي نعم، أسلمت هذه في فتح مكة، هند بنت عتبة. طيب يا سوسن، لا بأس بالنسبة للقرآن، عندهم منتدى عام وكذا. طيب هاجر المسلمين بعد بيعة العقبة، حتى وحشي أسلم، نعم أسلم فيما بعد. 25 سؤال، نعم. خلاص انتهينا. ماريا أم إبراهيم، ما هي زوجة أم زهية؟ ماريا ليست زوجة، ماريا جارية عبدة، كيف تجي زوجة؟ خالد بن وليد بجين، نعم، اللي هو متى هاجر المسلمين بعد بيعة العقبة؟ في واحد سأل عن خالد بن الوليد، وين راح؟ ليست مربية، لا ماريا ليست مربية، خادمة، عبدة، أمة. ليسأل، في واحد سأل عن خالد بن الوليد، خالد من بني مخزوم، يا لوتين من بني مخزوم، يعني من جماعة أبو جهل. الحين نعيم، إيش لقبه اللي حرش؟ نعيم بن مسعود الأشجعي، نعيم بن مسعود الأشجعي. ماريا أي نعم، أحسنت يا سامي الحربي، ماريا القبطية جارية أهداها حاكم مصر. لا، لأن عدد المحاضرات 8، عدد المحاضرات 8، يعني عدد اللقاءات فقط 8، لكن حتى يكون إذا كان عندكم أسئلة أو كذا نفتح أعطيكم 9. أخوي خالد إيش يقول يا مريم؟ خالد السيف، الله يسعدك، الدكتور مو بحولك، وأسئلتك جيدة بالفعل، بتأكد من تفريغ وأرد لك وش قال أخونا خالد؟ ما أدري والله وش قال خالد. هاجر المسلمين بعد العقبة الثانية، ما أدري والله وش قال أخوي خالد. ماريا ما عندها طفل من النبي صلى الله عليه وسلم إلا إبراهيم. وش يا آلاء، وش سؤالك؟ كم نموذج الأسئلة؟ الأسئلة فقط نموذج واحد، اللي هو فصل، نموذج واحد فقط. طيب إن شاء الله بشرحها لكم، بس بمر عليها مرورا سريعا. الغزوات الصراع في خلاف،
قيل عددها بين 19 غزوة، والسرايا وصلها بعضهم إلى 60 سرية. غزوات نعم عددها 19، وعدد السرايا بعضهم 60 وبعضها وصل 47 في هذا العدد، 47 ونحوها 47. من قتل مسيلمة؟ وحشي في اليمام، هذا في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حروب الردة. طيب ايش جاب الان؟ لو تكلمت عن وحشي ومسيلمة جاء بعض الاخوات قالت هذا معنى وهذا مو معنى. من اراد ان يطلع في وين كان ان يقرا عن شيء عن حروب الردة. طيب انا شو اسوي يا رنيم؟ كل محاضرتي اجاوب على هذه الاسئله فانا مجاوب عنها. دكتور حلفتك، يا ساتر من اللي يقول حلفتك ذي؟ تعبت من اول ارسل وش تبين؟ يلا خلاص هذه حلفت. اختنا ساميه ما ادري وش اسمها ذي، ساميه لحد يكتب، خلينا نشوف اللي حلفت اختنا هذه. يلا اسالينا يا ساميه، وينك يا ساميه؟ حلفت وراحت انحاشت. دكتور بنتحر طيب تبيني اقول لك انتحري خلاص ولا؟ يلا يا ساميه وش عندي؟ اسأل اسأل يا سام، مو مشكلة. سامي وينك يا سامي؟ ترى واقف عشانك يا متى هاج المسلمين. هذا والله اني جاوبته يا سامي، جاوبته كذا مرة. وش الجواب؟ متى هاج المسلمين للمدينة؟ اي بعد بيعة العقبة الثانية، بعد بيعة العقبة الثانية. لماذا بحيرة فتش جسد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لأنه أنت سألتك غريبة يا فعلا اللي قالت الأخت ذيك، ماني بحولك يا خالد، بين عليك أنت ما شاء الله عليك مثقف ومطلع. تمام لعلك أنت تفيدنا يا خالد. يلا البحث نعم عن خاتم النبوة، لكن هو رأى أشياء، رأى أشياء هذه تجاوزت لأن فيها خلاف. قال انه راى سحاب، وقال انه راى شجر، وقيل انه تفرس بالنبي صلى الله عليه وسلم، شكله غريب، شكله كذا. راى خاتم النبوه فحس او شعر ان النبي صلى الله عليه وسلم بيصير له شان، هذا الخاتم ما يجي الا للصالحين، يظهر فيهم هذا الشكل. فقال كلامه لابي طالب، ايش علامه انه راح القدس؟ كيف يا حنان ما فهمتك والله. ايه هذا ما ادري اذا كنت تقصدين انه شرب من الحليب او من اللبن، واخبر ان هناك ابلا لاحدى القوافل قد اضلتها، ربما اذا كنت تقصدين. اين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتمنى ان تكون قبلته؟ ما ادري انتم بتختبروني يا اخوان اجاوب ولا ما اجاوب، تراني حافظها هذه يعني، او هذه اشكلت عليكم ما ادري والله. يا اين كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتمنى قبلته ان تكون الى مكة، وكانت قبلته إلى جهة الشمال جهة القدس. قول اسم عائلتي لأنه كثير في أسماء لجين العمودي. طيب يا عمودي لجين، خلاص جاوبت. لا أنا دكتور يا أفنان، بس عاد يبدو أن من باب التواضع حطيت ألف ذي ما حطيت دال. دكتور في غزوة بدر أحد أحد، أي نعم هذه الشعارات مثل الصيحة أو مثل الراية، كانوا يحطونهم عدة شعارات، أحد أحد، وكانوا يحطون مثلا تكبير وغيرها. لطيفة، إن شاء الله الأمور بتتيسر، إن شاء الله تتيسر لي يسأل عن المراجعة، إن شاء الله تتيسر. أتمنى أنتم اللي تسألوا مو أنا يعني. إن شاء الله إن شاء الله الأسئلة الأمور إن شاء الله متيسرة بإذن الحي القيوم. في أسئلة أو استفسارات؟ إن شاء الله تبيضون الوجه، تبيضون وجوهكم أنتم بالمذاكرة والاجتهاد إن شاء الله يا الجوهرة. جزاك الله خير.
يبدو خلاص ما عاد عندكم اي اسئله، ما عاد عندكم اي اسئله. دكتور المواضع الداخله معنا بالاختبار ممكن تحددها كل شيء يا اخوي سلطان، يبدو انه اول لقاء، هذا اول لقاء لك يا اخوي سلطان. ارجع للاسئله يا اخوي سلطان، ارجع للاسئله وذاكرها من الان. خلصنا يا اخوي نايف، خلاص بتطلع اطلع. مريم ما تزوج جار السلم خادمة يا سمية، عاد هذا ابحثي عنها في كتب الفقه، الجارية لها أحكام في الفقه الإسلامي. بس ما تصير زوجة، شلون تزوج جار؟ لكن إذا جاء منها أولاد أو كذا تصير حرة، مثل ما وما تصير حرة مثل ما جرى لماريا القبطية. هذه لها أحكام في الفقه الإسلامي اللي هو الجواري أو كذا. ما يصير تنقص أسئلة المحاضرة ذي شوي، هذه كل الأسئلة يا فاطمة من الأول، من هذا اللقاء إلى آخر شيء حتى تذاكرون تحضرونها. إن شاء الله يا من. خلاص انتهيت، نطلع يا أخوة يا أخوات. اي هذه احيانا قد تصير في مشكله في بعض الاسئله فيغيرونها، تمام؟ حتى لو غيروا النماذج لا تخافون، يعني ما يروح عن مذاكرتكم ابدا، لا تخافون ابدا يا زهره، زهره الهاشميه ما راح او ما راح يبعد عن الاسئله اللي في المنتدى وعن مذاكرتكم، لا تخافين ابدا. ذاكري المنتدى يا ساره الفنان. أنا وقت القهوة بالعافية يا حصة، ما حد ردك، اشرب اللي تبين. وش القهوة اللي في العصر ذي بقى؟ طيب بين، هذه اختنا رايقة مرة يا نجاسي، متحمسين بالأسئلة وأبو جهل، ودي جايتي تقول قهوة ما قهوة. طيب خلاص دام الأخت ذي قالت قهوة وذولي، طيب ما عندكم شيء، جزاكم الله خير، نلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.